أبوي 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 يا ولدي يا ولدي اوعاك اوعاك يا خالد أبوي 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 قطعت قلبي عاد يا مرارك يا سابرة. اختم امرته هي ام خالد. دم مجاهد مش هيروح حضر، وهدور على اللي قتله وهجيبه، ومش هقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله. خالد. ايوه يا عمي. تعال هنا، لكش قاعده وسط الحريم. دم ابوك ماله في رقبتك؟ تعرفتوا اللي قتله؟ كلنا عارفينه، وانت اللي هتاخد طارق بيدك مش حد تاني. بتتهم مين يا حاج هاشم بقتل اخوك؟ بتهمش حد يا بيه. ازاي بقى؟ ده الحاج مجاهد اكيد له اعداء، وخصوصا المنافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب. انت بتشك في حد معين؟ بشكش في حد يا بيه. عايزين نطلع له تصريح بالدفن يا باشا. مش قبل ما نشرح الجثه ونعرف اسباب الوفاه؟ الجثه مش هتتشرح، واحنا اصحاب الشأن. دي كانت طلقة طايشة في وسط معمعة الفرحة بفوزه في عضوية البرلمان، ما نعرفش مين اللي ضربها. يا باشا اكرم الميت دفن. اوعى تكونوا ناويين تاخدوا بالطار، انا مش عايز مشاكل في البلد. يا بيه عوضنا على الله، وكل نفس حتدوق الموت، وده قدر ربنا وقدره. ماشي يا حاج هاشم، انا هطلع لك تصريح. هتعملوا العزاء امتى؟ يا جماعة ده ننسى أقول لكم حتة خبر، أنا سجلت أسمائنا كلها في أسرة النورس. من النهاردة هنبقى كلنا في أسرة واحدة. أسرة إيه دي؟ ما قالتلك يا دودو أسرة النورس، وبعدين بقى أنت اللي هتبقي المقررة الرياضية بتاعتها. يا سلام، ده على أساس إن أنا كل يوم باجي الجامعة بمضرب التنس مش كده؟ إيه ده؟ الشاي خفيف قوي. ما هو زي الحبر قدامك أهو. الله يخرب بيتك يا خالد، الله يخرب بيتك، عودتني أشرب الشاي الصعيدي زيك. انت بتشوفي ماجد يا بنت اللئيمه؟ انت ايه، ما صدقت ان هو خلاص ساب الهام، عايزه تشبطي في الواد اوام؟ اهدي شويه يعني لحد دموعه تنشف من على خده. انتوا ايه يا جماعه، هي دي كل اهتماماتكم؟ واحد تصطادوه تتجوزوه وتخلفوا منه عيال على طول كده؟ وحياه ابوك يا سام ما تعيشيش علينا. احنا جايز نكون بنحب دور المثقفين المتحررين، بس ده برضو ما يمنعش يعني ان احنا هنموت على العريس. ما تعمميش القاعده لو سمحتي، انا عن نفسي بفكر بطريقه مختلفه عن الكلام ده. في حاجات في الدنيا اهم بكتير من الجواز والعريس اللي يجي يحطني في امه ويقفل عليا بالضبه والمفتاح. ما يقفل يا ستي، راجل من حقه يتحكم فينا. ايه يا بنتي اللي انت فيه ده؟ انت واللي زيك بالطريقه دي بتسيوا قضيتنا. قضيتكم؟ يا نهار كوبيا، ده انت قلبتيه فيلم رعب. دماغك دي اللي هتوديكي في داهيه. بقول لك ايه، خلينا احنا في احلامنا الورديه. ما قلتليش حاطه عينك على مين؟ حاطه عينك على مين؟
ايه الجو ده؟ انا مش قادره اصدق انتوا قاعدين كده تنقوا العرسان وتفرقوهم عليكم. ايه ده؟ قوليلي والنبي محدش فاهم حاجه. اديكم مثال بسيط، اقرب حاجه جوز اختي، مش كفايه ان هو عامل فيها السيد وقاعد في البيت لازق لنا، لا ده عمال يحتل في البيت حته في حته لغايه لما مش عارفين نروح فين. عشان كده طفشتي وجيتي سكنتي معانا. طفشتي؟ اسمها طفشتي؟ اشوف فيك يوم اخبر يا رانيا انت وخالد ابن صبر قادر يا كريم. لا قولي لي يا سهان، تطفشتي ليه صحيح؟ طب يا جماعه انا بقى استاذن عشان عندي بروف الترابيزه النهارده. ايه ده بجد؟ عندكم حاجه تعرضوها جديده؟ اه غاده الكاميليا. عندكم شباب وظف عايز عريس. يا انت بتحلم بميسي؟ انت كمان. عين بس انت صباح الفل يا امه. صباح النور. يلا يا عيال، يلا يا بنت قوم، يلا يا واد قوموا عشان تطفحوا. يلا وانتوا وراكوا حاجه غير الاكل؟ قوم يا واد، مالك متنح كده ليه؟ قوم يلا يلا يا اخوي. يلا كتكل هم انتوا وابوكوا، انتوا وراكوا حاجه غير كده؟ اوف الحمد لله. كل يا واد. الله كده يما بتاكلوا من غيري يما؟ اعمل لك ايه؟ ما انت بتتهدد بتقعد بالساعة جوه، بتهدد ايه؟ بتغسل كرشة؟ ايه ده انت هو ده؟ انت عمال تعمل في طريقة؟ انت قد ايه الفلوس على وشك؟ هتحط عيش يا شوقي. هتحط عيش. لا لا. الغباء ده، يعني مفيش عيش كده يا اما؟ اه مفيش. على رأي المثل، اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. ولا يا ابني هلاقيها منك ولا من اخواتك ولا من ابوك اللي من امبارح لحد دلوقتي ما رجعش، ولا كأن الكلب واكل له عجين. يا اما موشح كل يوم زهقت منه وحفظته. انا هنزل الشغل دلوقتي من غير فطار؟ ابقى اشتري لك يا اخويا شقتين فول وكلهم مع على ضيشه، ما تعمليش بقى فيها فيلم. يا اما انت خليتي لي فلوس اجيب بيها البان. يا اما يا اما انا مش لاقي اكل منك. يا اما حرام عليكم، هو انتوا جبتوني عشان تعذبونا؟ يا ساتر يا رب. حرام عليا؟ حرمت عليك عيشتك. طلع لابوك ده هي فيك وفي ابوك، هتجيبه يعني منين؟ يما يما. ايه في ايه يا واد بتزعق كده ليه؟ ده نايم. في حوار كل يوم يما، في تقليبه كل يوم يما. يما انا بجيب فلوس من غير رجليه، اللي بيجريهم؟ انا يا ضنايا اللي بجريهم، اديتهم لاختك عشان تجيب لنا خضار للغدا. وانا مالي ومالي الغدا؟ انا بتغدى بره اساسا. يا واد ابوك ما بيخشش عليا بعجر جير واحد، هاكل اخواتك بس منين يا ربي؟ يا عيش يا عيش، ده انا كل يوم بصرف لك 10 جنيه. هيعملوا ايه يا ضنايا يا روح عيش ال 10 جنيه؟ هيجيبوا ايه يا اخويا؟ ولا حاجه. وبعدين بقى المفروض انك انت تصرف عليا انا واخواتك. اه كبرناك وخليناك زي العجل اهو، وخدت الثانوية ودخلت الجامعة وما رضيناش انك تخش حتى صنايع وتبقى نقاش قد الدنيا. بقيت وزير الصحة انا دلوقتي، ولا دخلتوني انتوا الجامعة الامريكية؟ معقول بفلوسي وبدعاية يا ابن المسطول؟ طالعة عايز انت كمان. روح يا اخويا، شفت حشاكيلك. اتيتو؟ ايوه يا ابني. الحق يا طلعت، ابوك بيتخانق وبينصبت على القهوه يا زميلي من عادل جعير. ابو مين بيتخانق يا؟ يا لهوي قول للحاره، حتى اللي هيخش بيته مش هينجى من طلعت. ابوك بيتضرب وانت قاعد لي هنا يا موكوس. يا اما سيبيني، مالكيش دعوه بيا. يا ولد هجيب حد طيب. تيجي معايا فين يا اما؟ افتح الدش هتشوفي كل حاجه، مش هتعرفي الحاره دي، هزيحها على بعضها. عايز اشوف ابوك وهو بيتضرب.
جبت هنا مالكيش دعوه بيا واحسس على مني يا حاره. سلام يا موجود جابك ليله هتزعل يا حاره. واد يا طلعت انت يا واد واد يا طلعت هتزعل يا حاره. طلعت نازل يا حاره. انت فين يابا؟ انت فين يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ شفت اللي حصل يا طلعت؟ ايه يابا اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟ كنا بنلعب كوتشين على فلوس. كنت بغلبه على طول. وجد من شوية خسرت كل فلوس. بعدين قلت له كفينا يا جعير. عمل اللي عمله ده. طلعت هات لي حقي يا طلعت هات لي حقي. لما انت حبي كده يا ما ضربتش الجعير ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت. عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بلدي يا الله يا جعير يا جعير انزل يا جعير اني سوى بس يا اللي تستخبى يا جعير. طلعت واقف لوحده تحت يا جعير. لو كنت دخل انزل يا جعير. طلعت واقف لك في الشارع يا جعير. يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موتك انت وعيالك. ليه يا ابن مرسي انت بتقول لي مين يا دلزي لو كنت دكر؟ ليه لا؟ ايوه بقول لك انت، حد قال لك تلعب بيخاف البطيخ؟ انزل يا جعير، انزل لعرفك مقامك. انت قادر اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب، انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس، يا زيكس، انزل لا تشوف الواد السيس ده، وهات لي حته من قطره، وعرفه مين عادل الجعير. ينزل زيكس، نازل اللي تنزله، طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حالتها. ينفع كده يا زيكس؟ ينفع وهتتضرب. يا زيكس احنا الشباب زي بعض يا زيكس، وانت هتفهمني يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم بعض نضرب بعض كده يا زيكس؟ واحنا واقفين وانت راجل وفاهم يا زيكس. يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش صراحه ما تكبرليش. امسك يا زيكس. قدم انت ابوك يا زيكس. انا مش هتدخل، انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه قطعتهم يا طلعت؟ هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا. جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عاد يا زيكس اطلع يا يا حبيب ابوك اطلع. لسه فاكر ايام الجامعه؟ طبعا ودي ايام تتنسي. فاكره الدكتور عبد الجواد لما طردني بسببك؟ لا بسبب الكشكول. انا منظري كمان يا شباب. الله يمسك ايام جميله. هاي ماما. هاي حبيبي هاي. اهلا يا استاذ فؤاد. ازيك يا رؤيا يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ وحشتني. انا كويس الحمد لله. طيب على اذنك يا ماما اجهز لك الاكل؟ لا يا حبيبتي خليك قاعده مرتاحه. شكله كده ما يكونش يعني متضايق انه لقاني قاعد معاكي. لا يا فؤاد لا. هو متضايق كده من ساعة حكاية بابا. لو كان موضوع العربية بتاعته اللي اتحجز عليها مضايقه أنا مستعد أجيب له واحدة جديدة. للدرجة دي بتعزنا؟ طبعا. مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا ترضيكي. قصدي يعني ترضيكم. منور يا أنكل. ميرسي يا حبيبي شكرا. فباكوا بقى على ماتش هايل. حبيبي لؤي أنت متضايق من حاجة؟ لا يا حبيبتي خالص. على فكرة مش من الذوق إنك تتصرف بالهمجية دي وأنكل فؤاد قاعد هنا. ومش من الذوق برضه إن حاجات تانية تحصل. بعد اذنكم. لا اذا سمحت الولد غلطه لازم يتاسف لك. انا مش هتاسف لاني ما غلطتش في حد. انتوا اللي بتعملوا حاجات غريبه كده انا مش فاهمها وخصوصا بعد ظروف بابا وسافروا بره. انا ماشي. لا يا فؤاد استني يا فؤاد انا مش عارفه الولد بيتصرف بالطريقه الهمجيه دي ليه. ممكن فؤاد يا ريت حضرتك ما تبقاش تيجي هنا تاني وخصوصا وانا مش موجود. انا متاسفه متاسفه يا فؤاد. فؤاد
منير رجاب هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا بنت وائل. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايده ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد مننا. مفيش كبير غيرك، انت كبير الحدايده بعد المرحوم. لازم نحرق قلب منير على ولده، وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير رجاب هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي يقتل ابوي بعد فوزي بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد دكتور وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. يعني ما عاوزش اقتل حد، مش عشان فتح صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوي اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم. انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك، وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد، والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده يما انا بطل كلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بتار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولد ولا اعرفك يوم الدين يا أقول له. أيوة أبوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي، أنا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفت ده اللي اسمه خالد، ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين إن أنا اللي وزيت على قتله. مال مين اللي قتل أبوي؟ واه ولا شعرفني عاد.
هاخد طريقي واغسل عاري. مالك يا خالد؟ ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد بطل ابوك؟ انا ما عرفش مين اللي قتل ابوه. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تجوحش بالكلام ونفذ اللي بقول لك. ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشيلنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري، اطفو عليك. عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرتش اقتل يما، لا فتح ولا غيره. افهميني يما، بعد يدك عني ما تلمسنيش. لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه، مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش قلت مجاهد الحداد ومالكش حق عندي؟ انت ما 5 دقايق تلم حاجتك واطلع مش فاكش قدامي. هتفضل على الحال ده كتير؟ انا تعبان يا سوسو، تعبان بجد. حتى الواد ده انا باجي هنا على فكره على قفاه، هو اللي بيحاسب. هيسافر بكره، ممكن ما اقدرش اجي هنا تاني. طب وايه يعني؟ هو احنا كنا اتعرفنا على بعض هنا يا حبيبي؟ انت تقابلني في ايها حته انت عاوزها. خلاص يا سوسو، جيم اوفر. حتى ده كمان ما بقاش ينفع. اي مكان هنخرج فيه مع بعض محتاج فلوس، ما بقاش معايا فلوس. انا حتى تمن التاكسي اللي عارضه عشان الواحد الجامعة ما معايش تمن. اركب مترو، اركب ميكروباص، الدنيا ما تهدتش يعني. اعمل زي ما خليق ربنا. ميكروباص؟ انا اركب ميكروباص؟ يا بنتي ده انا عندي 23 سنة، عمر في حياتي ما ركبت اللي اسمه الميكروباص ده. انا مش عارف الناس بتركب الصندوق ده ازاي بتقعد جواه يعني. عايزين اخش جواهم وانسحب معاهم واشم ريحة عرقهم والقرف اللي هم فيها.
استنى كده لما افتكر، اصل انا عندي 21 سنه وطول عمري ما بركبش غير الميكروباص، وسط الزحمه والقرف والعرق يوه، بس ما باخدش بالي. انا لازم اشوف حل اللي انا فيه ده. هتعمل ايه يعني؟ مش عارف، بس لازم اشوف حل. انا ما بقتش فاهمه منك حاجه. انا حبيبتي قمر ولا شيء، بس لسه نسنيزه. عادي بقى، خد اشربي. عايز اخد في الحب. هتقول له انت بقى ولا ايه؟ لخص لي. بص يا عم ماجد، انا ماليش دعوه بالحوار ده، مش هتتكلم في قاعد في البيت هو مرتاح واحنا عمالين نلفف له على شقه. خلاص يا عم، خلاص انا هتصرف. بقول لك يا غالي، كان يعني طلباتنا موجوده. انا بقى عايز اسالكوا سؤال، لان انا مش فاهم حاجه من الحوار كده. اشمعنى بقى عايزين الشقه في حته مقطوعه؟ ما هو احنا اصل بص يا اسطى، الواد يعني انت عارف الامتحانات قربت، هو عايز يذاكر ويركز، فمحتاجينها في حته هاديه. الواد اللي هيسكن ده من الصعيد؟ يا عم من الصعيد ولا من اي حته، مالك ايه؟ بقول لك ايه يا غالي، من الواضح كده ان الفار بيلعب في عبك، فانا حنجز عشان ما بحبش الحوارات الكتير. انا هديك الناهيه. عليك نور، قول لي المفيد بقى. بص يا غالي، الناهيه اقرب من كرداسه. الواد ده بصراحه كده عليه طار، وعايزين نقعده في حته محدش يوصل له ولا حد يعرف حاجه عنه، يخلص امتحاناته ويتكل. حس كده بقى ملوش عندي مطار. ليه بس يا غالي؟ ليه؟ ده الواد على فكره، الواد ده مش شطار، الواد ده ما قتلش حد، بس هو دخل في لعبه بقى الطار وحاجات الصعايده، انت فاهم الليله دي؟ الواد كويس غلبان يعني، هنقف جنبه، هنجيب له شقه يقعد يخلص جامعته ويتكل على الله. مالك فيه ايه؟ يا سيدي المعلمين، بعدين ده ماجد من شباب المجدع اللي هيعجبوك قوي، والكلام في التاني برضه صاحبي، وانا قايل لهم ان المعلم طلبه هو اللي هيظبط لكم كل حاجه. يا عم واذا حصل اي عوق او اي مصيبه او اي داهيه اعمل ايه؟ اسمع، لو حصلت حاجة مفيش قدامي غيرك يا طلعة، هقطع رقبتك، فاهم؟ عيب عليك يا سيدي الناس، عندي يا عم ما تقلقش، مفيش حاجة شمال في الموضوع، على ضمانتي أنا كمان. يلا بينا. طب استنى، طب هنروح كده من غير الجلافة ما يجي يتفرج معانا؟ يا عم كلمه قول له جينا على نص زمان ونزل أصلا. يلا كلمه. مش عارف يلا يا عم الواد ماشي، يلا عشان اتفضلوا يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني وانت داخل انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة دي بقى 90 متر بتبص على بحري من هنا. انت مش فاهم يا طلبة، انا مش عايز حاجة على البحر يا سيدي. الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس. انا ما انا عايز ايه؟ انا عايز اقعد في حتة مقطوعة. يا عم شوف له حاجة اهدى من كده شوية يا عم طلبة. اهدى من كده ايه يا بقف؟ ده احنا في نهي يعني، تقتل فيها القتيل محدش يحس بيك. ايوه هو ده طلبة كده. زينة زينة مين ياض لشوقك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين ياض؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعة. في ايه؟ ركبت لي اعصابي. خد المفتاح اهو. اسمع، تبعت شهرين مع طلعة ومعاهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة شهرين مقدور عليهم، انما يعني ايه لزوم البطاقة عاد؟ لزوم البطاقة يعني ايه؟ خلاص انا هبقى اديك البطاقة بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقة باسمي. انا مش فاهم حاجه. خليك في حالك يا غالي. ماشي يا عم، صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصوره البطاقه مع طلعت، انا مستنيك يا طلعت. طياره وراك يا برنج العالم. لا قول لي بقى يا عم خالد، مالك كده من ساعه ما رحت البلد يومين وانت حالك مش شقلي ياد؟ ده انت واخد الدنيا بصدرك. انا بس اصحى احكي لك الحديث من اوله لاخره. حديدك ماسخ وبايخ وغبي. يلا يا اخويا، يلا سلام يا غالي. قد ماسخ. سلام. وعلى خير. سلام. وقول لك يا طلع، ها هو التلفزيون ده شغال؟ جرب يا حبيبي.